هي بيت علي عبد الرحمن؟ لا لا هذا عم تصور. شاهين؟ في حدا فيش حدا لسه مش شايف؟ يلا طيب. ايوه بيت علي عبد الرحمن. هلا شوف. ايه. سبحان الله. بيت القديم. هاي السنة ذاك نجيبوها من أمريكا ما عنيم. هذا الشبيك. إجاك عثمان يوسف. أيوة الله يرحمه جميعا. لك هالبيكي تحت. هيدي البيكي فينا نصور بالبيكي ها؟ إيه. هاد لنشوف سبحان الله. هيدي البيكي لك كيف معمرين بالحجار. وهذا البطيش التراب مع القش تراب مع القش وهذه كلس بيعملوا كلس هذا اخر شيء بيخلطوا كلس مع تراب مع قش من شان يعني هذه مطرح الدهان يعني وهذه الخشب سبحان الله الخشب عنده كم عمره الخشب هذا اللي هاو أكثر من 150 سنة ها؟ لكن اللاوز شو بيهد؟ هاي لاوز هاي لاوز ها؟ يا سنديان يا سنديان الله أعلم سبحان الله شوف الحجارة صغيرة ها؟ هذا الحور كانوا يجيبوه عن النهر الحور عن النهر هذا الحور هي يجيبوه عن النهر وهذا اللاوز من نوع الصورة صورة كانوا يجيبوها من السنديان يعني سنديان وهون يحطوا يجيبوا حجارة أبو حي الله ويحطوا حجارة مش هيك؟ يحطوا حجار فوق بعضها يحطوا حجار ويلبشوهم ايوه وبعدين هي بحطوا تراب تراب فوق منه تراب فوق منه هذا البيب بعد في واحد لجوا هاتوا في دقر كثير يعلم الله قد ايه عمره هالبيب ليش نفتح ما ادري شو في جوا هسه بدنا نضوي بنشوف حاطين حصير يا يعني. لا يحط في مسامير ايه يحطوا مغيطه ويحطوا مغيطه من هون لهون يحطوا غطا قماش وهون يستعملوا الاشياء يحطوا الاشياء جوا ما شاء الله لا قوه مصطفى فوزي ايه مصطفى فوزي ابو عرابي ايه هيك المختار بيوك جده كان مختار جده ايه هي جده كان مختار يمكن اول مختار بالضيعة ايه هي اول مختار بالضيعة شو بعرفني بس والله كان بيت اللهم صل قد ايه عمره هالبيت فينا نفوت عليا بالاذن يا جميع بالاذن من اهل السلطان كل بدي اشوف الاراضي شباب بعدين بطلع لفوق اهو الاراضي هي بيت المختار كين زمير هاي شو دخلك هاي شو صورت واحدة مثله هناك بس بعرف كيف شو اوكي بسم الله ايوه انا سبحان الله بالاذن السلام عليكم هي اليوك يحطوا في اشياء وهي المنخل الصغير يستعملوه نيوتو في قمح وسميدي ذاك البيب البيب اذا انا بدي فوت بدي نام يا الله شو والله بيت محترم بيت محترم محترم شوف هون كله مجهز وطاقات مشان نحط فيه الاشياء هاي هنا هي التنور هي المدخنيه لا هذا المدخنيه مثل اللي بحب بيجيبوا الحطاب وبيضخوا علي بيضخوا علي يعني الطبخ ها مفتحه مشان الضوء لانه ما كان في كهرباء ايوه انا في المنخل وهان الطاقات كمان وهون شوف هاي
هي الجرن يدق في كبي. وهنا ما ادري شو فيه. انا عارف. بسم الله. وهي ذي اوضه فيها طاقات كمين. هون وجاي العمود الجسر من الصخر نبلش من تحت. شفتوا على الصخر؟ نعمل البيكي على الصخر. طيب وين المخرج؟ اخرجونا الله يبارك فيكم. شوف هون كله كان مزبط على البيت 100%. ما شاء الله. بدنا نطلع. بسم الله. يطلع. شوف العمار كيف كان على الحجار. عم يقع مسكين. الاستاذ عمر الفيل بيك بكون ايه؟ هو من اول اساتذه السلطان يعقوب مش هيك؟ ايه من زمان قاعد هون. اي سنه اجى؟ اجى من بيروت. اجى من بيروت بي. انت اصلكم من بيروت وحبيتوا اهل السلطان؟ حبينا اهل السلطان وبي يتجوز منهم السلطان يعقوب. امك من السلطان جاي ستك من السلطان؟ ايه الله يرحم. اسمها عيشه عبيس. بنت عبيس جروش رحمه الله عليه. وبيك علم الاستاذ يوسف؟ لا العرة يلا طيب يعني من أول الأسيادي وين كان يعلمه؟ بس من السلطة. كان في مدرسة يما؟ قال لك كم أوضة؟ والله ما نعيش قداش ثلاثة أربعة. أنا ما كنتش على الأستاذ يوسف، أنا أصغر من الأستاذ يوسف. الأستاذ يوسف علمني. علمك الأستاذ يوسف بس بيك علم. إيه عم يرد الجميل. إيه والله الله يبارك فيكم ويحفظكم ويخلينا إياكم يا رب. شكرا روحوا صوبنا على لوسي. يلا شكرا. السلام عليكم.